هذا وقد حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله مأدبة الغداء التي أقامها أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات المتحدة الشقيقة لكبار ضيوف الإمارات المدعوين لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد وصل بحفظ الله ورعايته صباح اليوم إلى أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لها بدعوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات المتحدة الشقيقة لحضور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي وسعادة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من كبار المستقبلين.